حيوان اوبر بقى واقف في الطريق ده، قال لي اصل العربيه سخنت، لقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون. حكم بحبس سائق سنه بتهمه التحرش بهالة السعيد. تعالوا نعرف تفاصيل الواقعه ومشوارها الفني واهم المعلومات عنها. في الساعات اللي فاتت اسم الفنانه هالة السعيد كان حديث السوشيال ميديا وتصدر محركات البحث، وده بعد ما صدر حكم بحبس سائق اوبر لمده سنه بسبب اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. تفاصيل الواقعه، هالة السعيد كشفت عن تعرضها لتحرش من سائق اوبر، وحكت في فيديو على انستجرام ان السواق وقف العربيه فجاه بحجه انها سخنت، واتفاجئت انه بدا يفك حزام البنطلون، فنزلت بسرعه وسابت شنطتها في العربيه. لكن لحسن حظها انها كانت بتتكلم في التليفون مع احد اصدقائها وبعتت له الموقع، وده اللي خوف السواق وخلاه يمشي بسرعه. الموضوع انتهى بحكم محكمه جنح مستأنف الشيخ زايد بحبس السائق سنه، والعداله خدت مجراها. معلومات عن هالة السعيد، هالة السعيد مش مجرد فنانه، دي اعلاميه وممثله موهوبه، درست علوم سياسيه واعلام والتحقت بمعهد الاخراج والتمثيل 2015. بدات حياتها المهنيه في قناه روتانا مصريه، وقدمت برامج شهيره زي عز الشباب وشباب البلد على صدى البلد واحسن ناس على ام بي سي مصر. اما عن بدايه دخولها لعالم التمثيل فكان من خلال مسلسل سرايا عابدين، وشاركت كمان في اجزاء المداح مع حماده هلال، وكانت اخر مشاركه ليها في الجزء الرابع من المسلسل. ومن اهم اعمالها الدراميه كمان الصياد لما كنا صغيرين، ملحمه موسى، راجعين يا هوا، حدوته منسيه، يوتيرن، فكره مليون جنيه. ومن اهم اعمالها السينمائيه اخر ديك في مصر، بوسيكات.